ايه الفكرة دي بقى؟ يعني ما دي برضه فكرة. بص انا ما اظنش انه دي فكرة غريبة على عمر اسماعيل يعني، بس هي الفكرة برضه غير متوقعة. انتوا سمعتوا دلوقتي بيلا تشاو صح؟ حلو قوي، لكن تبقى مزمار بلدي يعني ما غير متوقع، غير متوقع. معانا عمر اسماعيل على التليفون. ازيك يا استاذ؟ مساء الخير يا استاذ. عامل ايه يا استاذ؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. بالصحه والسلامه، رمضان كريم عليك. والنبي انا كنت بقول دي فكره ما هياش بعيده عن عمرو اسماعيل، لانك دايما دايما مفاجئ، ومن البدايه مفاجئ من ايام همسات لو انا فاكر صح يعني. بالظبط صح كده؟ ما احنا نفس الجيل يعني، الحمد لله. العمر جري بينا. لكن فكره بيلا تشاو تتقلب على المزمار مطرقها قوي، هي حلوه بامانه يعني. انا بقيت قاعد عمال بعمل كده وبتاع ومش عارف ايه. انت الفكره دي جات لك ازاي؟ بص طبعا هي بص هو عامه الكبير قوي هو نتاج فكر مشترك لفريق العمل كله بصراحه، يعني تحت قياده الاستاذ احمد الجندي المخرج، وطبعا الاستاذ احمد مكي، ويعني فريق العمل كله. دايما احنا التعافي الكبير ده احنا بقالنا 14 او 15 سنه كمان شغالين على الكبير من الموسم الاول. وهو بروجكت كان جديد خالص على الدراما المصريه، او الدراما بالنسبه حتى لينا كلها الدراما العربيه، فكره الصعيدي الكوميدي. عارف احنا عندنا الصعيدي دايما، كنا دايما عندنا ستيريوتايب الصعيدي دايما، عندنا ذئاب الجبل دايما. ذئاب الجبل، والناس بتقتل بعض وبتنتقم وعياط وصريخ وانتقام وقتل وحاجات كده. المره دي احنا عندنا الصعيدي بيضحك، فازاي بقى تخلي تعمل موسيقى وتعمل موضوع ان الصعيدي يضحك وبعيد عن النكت بقى، نكت الصعيده السخيفه اللي كانت طلعت الفتره دي. هي هنا كانت الميشن كلها من اولها، والكونسيبت بتاع المسلسل من 2000 اخر 2009 لغايه دلوقتي الحمد لله يعني. ما هو الكبير قوي فعلا عامل شويه تغيرات كتير يعني. احنا لما يبقى في عندي مسلسل هو 8 مواسم لكن على مدار 14 سنه، دي ما حصلتش مثلا. الثيم اللي كنت بتقول عليه، فكره الصعيدي الكوميدي ابو دم خفيف، التنويع المستمر واضافه شخصيات جديده وهكذا. فجت كمان على المزيكا، يعني ايه اللي خلاك عملت بيلا تشاو تحديدا؟ غريبه جدا. هي هنا بيلا تشاو هي يعني في الجزء ده خصوصا، لان احنا عندنا جزء بارودي او ساخر عن حلقه كذا ديل بابل، اللي هي الحلقات المشهوره بتاعت سرقه البنوك وكده. ودي مشهوره بقالها يمكن 4 5 سنين او ازيد كمان. وهي كان التيمة بتاعتهم هي بيلا تشاو. فاحنا هنا عشان رحنا للسخريه من المسلسل ده، فرحنا لتيمة بيلا تشاو، بس عملناها بقى بالمصري الصعيدي بتاعنا احنا. بس هي كانت صعبة يا عمر انك تحولها للمزمار والآلات بتاعتنا؟ الحقيقة طبعا هي بتبقى صعبة، لأن الآلات بتاعتنا التقليدية اللي هي المزمار والربابة آلات بتلعب من طبقات معينة، ومن يعني من سلالم موسيقية معينة وطبقات معينة، فبتبقى صعب شوية تطويعها للموسيقات، خصوصا الحاجات اللي هي الغربية يعني. بس احنا الحمد لله عندنا عازفين ماهرين يعني لعبوا معانا الشغل ده، فيعني طلعوا نتيجه كويسه جدا. ده اكيد العازفين دول عباقره بصراحه علشان يعرفوا. انا حابب اقول على فكره، حابب اقول ان احنا مش اول مره، احنا مثلا في جزء من الاجزاء من 6 7 سنين عملنا ذا جاد فازر برضو، التيمه بتاعته المشهوره عملناها برضو ساخره وكوميدي ومقسوم صح. ولعبنا على حاجات كتير قوي يعني، رحنا لمناطق كتير وحاجات مصري وحاجات النمر الاسود شويه، ورحنا يعني رحنا لحاجات كتير قوي في المسلسل ده، كان بشكل ساخر وكوميدي كده. فكنا بناخد بنستوحى من الموسيقات دي، وبنعمل احنا بقى التيمه بتاعتنا بتاعت الكبير ممزوجه بالحاجات دي. 100 100. عمر احنا بنشكرك دايما بصراحة طول الوقت، واحييك جدا 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 على التفكير المستمر في كل يوم. هو مفاجئ، لان انا من الناس اللي بتشوف ان ده شكل من اشكال تطوير الموسيقى، يعني مش مجرد ان احنا بنعمل ثيم مختلف او ثيم يبدو متفق مع مشاهد ساخرة، ده تطوير حقيقي للموسيقى بجد يعني. فده خير لازم اشكرك عليه. اشكرك جدا. العفو العفو، ميرسي ميرسي لحضرتك، شكرا جدا. وعايزين نشوفك قريب بقى كده ان شاء الله. نتمنى ذلك. تنورنا. شرف ليا. شكرا جدا ليك. كل الشكر للملحن والموزع والمؤلف الموسيقى عمرو اسماعيل. وبالمناسبه عمرو اسماعيل
اصلا رجل مهووس بالتاريخ والحضارات القديمه، يعني عمرو اصلا خريج تاريخ. فلما تيجي، وانا عشان كده كنت بقول له يعني ده انا اتذكره من ايام همسات، هي فكره عمرو طول الوقت بيحاول يغير وبيحاول يديلك نظره مختلفه ونظره جديده. وانا من الناس اللي بحس دايما وانا بسمع اي حاجه عاملها عمرو، سواء اذا كانت اعاده توزيع لشيء او تاليف موسيقي من بدايته او تلحين امر ما، مساله التاريخ والحضاره طول الوقت موجوده في ذهنه، بيبان جدا في المزيكا بتاعته. ففعلا يستحق مني كل شكر وتحيه وتقدير، انا بحبه جدا اصلا يعني.